طبعا تجربة جميلة جدا، وأنا فرحان ومبسوط جدا لراكب الأتوبيس المجاني تحت رعاية رئاسة الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد اللواء أركان حرب خالد بيفودة محافظ جنوب سيناء. تجربة فريدة من نوعها اللي تقدم خدمة لأهل الوطن مجانا، يعني الأتوبيسات شغالة لحد الساعة 10 مساء بدون مقابل، بتركب الأتوبيس تدفعش جنيه. ويا جماعة أي حد يبقى واقف ما يتكسفش، يعني شاور للأتوبيس، بيقف شركة محترمة جدا، أتوبيسات مكيفة، أتوبيسات جميلة، بتحس إن أنت في عالم تاني، يعني عالم السحر والجمال على أرض الفيروز، أرض جنوب سيناء شرم الشيخ. هي دي فنادق شرم الشيخ والعظمة اللي حصلت على أرض الفيروز، أرض جنوب سيناء. حصل تطور وحصل شغل جديد الصراحة. بشكر كل المهندسين اللي سهروا وتعبوا، وبشكر كل العمال العظماء اللي بنوا وتعبوا، لأن الناس دي بذلت مجهود بالليل وبالنهار يا جماعة. كان الله في العون، ربنا يعطيهم الصحة والعافية ويحفظهم يا رب ويبارك فيهم يا رب. هي دي مصر، هي دي حلاوة مصر. وشرم الشيخ دايما بلد المؤتمرات وبلد السياحة وبلد الأمن والأمان. تستمتع بحياتك وانت في شرم الشيخ، هدوء، شعب مرجانية، تنزل المية، تتفسح، تخرج، حاجة عظمة، تجربة جميلة جدا. أتوبيس شرم الشيخ مجانا حاجة عظيمة، أنا فخور جدا بيها، عشان بيحصل يا جماعة عظمة في شرم الشيخ، حاجة خيال. كنت دايما بتمنى يحصل كده من زمان، ولكن كله خير، واللي جاي أحلى، واللي جاي أحسن، واللي جاي أفضل. هي دي شرم الشيخ، بلد الجمال، بلد الروقان، حاجة عظيمة. أفضل حاجة اللي تعيش في بلدك وانت مطمن، حاسس بأمان، فرحان باللي بيحصل. دي عظمة، عظمة يا جماعة. دي شوارع شرم الشيخ والأحداث الجميلة اللي حصلت على أرض شرم الشيخ، أرض الفيروز، أرض السلام، أرض الجمال. واسألوا كل الناس شرم الشيخ وجمالها، هي دي حلاوة شرم الشيخ. الحاجة التانية بقى اللي بحبها قوي، اللي كل صباح، صباح الخير يا سينا يا غالي علينا، كل يوم في جديد على أرض جنوب سينا. طبعا بنشكر السيد المحافظ السيد اللواء خالد بيفودة والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللي بيحصل في شرم الشيخ. بتحس ان انت في بلد جميلة، يعني مفيش حاجة هنا وحشة، يعني مفيش ورقة مرمية على الأرض. فأنا متفائل جدا اللي هيحصل، وإن شاء الله ربنا ييسر الحال الفترة اللي جاية، المؤتمر ينجح ويحقق مكاسب رهيبة. وأنا بتمنى حياة سعيدة، وبتمنى إن شاء الله الخير لمصر ولأهل مصر، ويا رب دايما احفظ مصر وأهلها.